نخرج من هذا النص ونروح للشعب، وهذا المحور كله هنا هو اللي يروح يدير الحملة الانتخابية، ونجيبوا 70 ونجيبوا 80% من الشعب الجزائري موافق على المخرج السياسي، موافق على دستور توافقي، موافق على حكومة وحدة وطنية. ما يكونش رئيس الجمهورية منحاز لشق من الشعب، ضد شق من الشعب، ما تكونش مجموعة أحزاب منتفئة بأشياء ما لا تحب الإبقاء على الانتفاع، ضد أحزاب أخرى تطالب بأمور أخرى. رئيس الجمهورية يكون أربيتا، أربيتا توتالمون انديبوندون، لكن محبته للشعب ومحبته للجزائر تجعل منه الرجل المفصلي في إيجاد الحلول الحقيقية. هذا بالنسبة للسياسة، تعميق المصالحة الوطنية، تعميق أو حل المعضلة الدستورية، حل المشكلة تاع الدولة وكيفية نظام الحكم. مجتمع مدني، اليوم المجتمع المدني في الجزائر سبحان الله، يجي واحد يدير جمعية يروح بها للولاية ولا الوزارة، ولو كانت وزارة الداخلية، قال أنا درت جمعية تاع تساعد مرضى السرطان مثلا، أعطوني الاعتماد. قال واش بغيت تدير؟ قال بغيت نعاون مرضى تاع السرطان. قالوا أنت معانا؟ قالوا أنا مع السرطان ومع مرضى السرطان. قالوا لا ما فهمتنيش، انت معلم؟ قالوا قلت لك انا نحب نعاون مرضى السرطان. انت ما تفهمش ولا انت راك مع من؟ قالوا راني مع الهم نتاع المرض ومع الدم ومع العلاج ومع النفوس المرضى للسبيطار ودويهم. انت ظاهر فيك ما تفهمش، انت معنا ولا مع الاخرين؟ شكون انت؟ قال احنا جماعه فلان. قال له ولدي انا معاك ولا معاك، انا مانيش لك 24 ساعة ولا لك بالمرضى. ما فهمتش روحي، إذا كانت معانا هاو الاعتماد وهاو الشاك، زوج حوايج، تطلب الاعتماد تعطيك الاعتماد الشاك. هذه الدولة هي تقبلوها أنتوما؟ هذه المفسدين اللي أفسدوها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة. المجتمع المدني في المشروع تاع المخاطب الضغط، النظافة، نشجع النزهة، نشجع النظام، المال العام له حسيبه ورقيبه. سأقول إن انتخبتموني رئيسا بتفعيل صلاحياتي في المحاسبة إيمانا واقتناعا وإدراكا مني بأن المراقبة على الملعب تكون قبلية وتكون بادية كذلك. هكذا فقط تبنى الأمم ويحافظ على الملعب. الدولة وضحت لكم كيف يشكون، وضحت لكم كيف يكون المجتمع المدني تعددية نقابية حقيقية، والتمثيل في النقابات يكون على مقدار وزن كل نقابة لدى الذين المخالطين لديها، والأحزاب لا تدخل للدولة بشأنها الداخلي حتى لا نعيش عدالة الليل وعدالة الليل وعدالة الانتقال. هكذا يكون الفرس. المشروع هذا كذلك مشروع اقتصادي، يحرر الاقتصاد، يملك الناس، يسهل المعاملات، يسهل الاستثمار الداخلي والخارجي، اصلاح منظومه تربويه، بل
الوطنيه